ضمت قائمة أكبر مستوردي الديازل الروسية خلال العام الجاري نحو 5 دول عربية بقيادة ليبيا الأكثر طلبا لهذا الوقود بعد تركيا والبرازيل. أوضح تقرير لمنصة طاقة المتخصصة بأن ليبيا جاءت في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الديازل الروسي خلال 9 أشهر الأولى من العام بمتوسط 45,100 برميل يوميا، تليها مصر في المركز الرابع بنحو 39,900 برميل يوميا، فيما احتلت تونس المركز الخامس عالميا والثالث عربيا بمتوسط واردات بلغ 35,100 برميل.